قال الراوي: فلما حملت سيدتنا تكتم أم الإمام الرضا عليهما أفضل الصلوات والسلام بنور فاطمة المعصومة لم تحس بثقل الحمل وما رافقه، بل كانت تشعر بالأنس وبالنور الذي كان معها نور فاطمة المعصومة. يا سامعين النظام، صلوا على البدر التمام أبي القاسم محمد. فلما اقتربت ولادتها وجدت اتساعا في جنبها، وإذا بسيدتنا تكتم في ذلك الوقت المبارك في يوم الحادي من شهر ذي القعدة، وإذا بها تجد بركة في صحتها وأنسا في قلبها ونفسها، وإذا بسيدتنا فاطمة قد وضعت نور المعصومة أفضل الصلاة. هذه ذي القعدة إلى الكاظم سطع برض المدينة، نور بنت فاطمة علي كل لزينة، خيرة النسوان أخت الرضا عنوان الديانة، صاحبة عز وشرف عالي وأخلاق أمانة، لما جت للدنيا ضوت كل أراضينا وسمانا، غنى طير الجو يطرب ابتغى ريدا ولحونا، جل قدرها ومنزلتها وشانها عالي ومعظم، آسيا وام عيسى مثل حواء ومثل آسيا وام عيسى ابن مريم، طاهرة من أرجى صفاها العلي من كل مأثم، بها يقضي الله حاجات القوي فيها يقينا. الله يقضي حاجاتكم إن شاء الله. عن أبوها لا تسائل موسى بن جعفر الكاظم، باب حاجات الموالي صاحب العز والمكارم، وامها أكرم أمهات الخلق من دون العوالم، والأخو مولاي اللي يحب للجميع
جنة ضمينة يا ضامن الجنان. والأخو مولاي اللي يحبه للجنة ضمينة، فاطمة المعصومة قدوة في مواقفها وخلقها، خل بيها تقتدي البنت التحافظ الشرفها، في الحجاب وفي العباية الزينبية وكل أمرها، لا تتابع للشرق والغرب وافعل المشينة. مرقد المعصومة في قم تنفرج عند الشدائد، نسأل الله إن يرزقنا الزيارة للمشاهد، ويستجيب الدعوة منا بحق بنت موسى المجاهد، ويغفر لنا ولكل من يحيي ذكراها الثمينة، ويحيي ذكراها الثمينة. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.